هلا والله يا شباب، رجعنا لكم بعد السحبة الطويلة. بمناسبة هذه السحبة شباب، راح يكون عندنا سحب على حساب ليفل ماكس او 2300. تمام، شروط المسابقة بس ادخل لك تكتب تعليق وتشترك بقناتنا بالتليجرام. وبس يا شباب، الفائز راح اسحبه بقناة التليجرام. تمام، وبس اليوم عندنا سكريبت يا شباب. سكريبت راح يكون اوديت مع المدموج مع سكربت الترجمة مالتي. حدثت سكربت الترجمة يا شباب، حاليا ضفت له الباك في العربي، بس اكو بعض الفرق شوية معوقة، فاعذروني على هذا الشيء، مو نفس مثل هذه فاكهة العجين. شباب اعذروني لانها ترجمة مال جوجل، بعدين اعدل عليها واغير على الاسم. فاكهة الحمام جيدة، ما بها مشاكل، يعني اغلبهم كلهم ترجمات. تمام، وقريبا راح انزل تحديث ايضا مالت، عفوا قريبا راح ينزل تحديث راح اترجم الخيارات مالت هذا مالت المصنع يا شباب، او اللي هو تطوير الفاكهه، نسيت شنو اسمه، لان والله صار لي كويس رحت نسيت اسامي الاشياء في قبلك، وايضا اسامي السيوف ترجمتها. تمام يا شباب، المفروض التحديث ينزل من زمان، لكن صارت عندي مشاكل وظروف فتأخر التحديث هذا، وأيضا الهاكي والتعزيز بعدين عاد أغير على اسمه أو أخليه على التعزيز. بعد انتم بكيفكم يا شباب، أي شيء ما يعجبكم بالترجمة تقدروا تحاكوني وأصلحها لكم. بخصوص ويدز دمجته بسكربت واحد، يعني الترجمة ويدز دمجته بسكربت واحد، أنت ما تشغل هذا السكربت يا شباب راح يشتغل الاثنين، يشتغل الترجمة وسكربت ويدز. وإذا ما تشوفون هذا العمر ما يفيدكم. تمام، اول واحد اخليه ويدز والترجمه، والثاني اخليه بس واحد بس الترجمه اذا ما تريدون يعني سكربت ويدز. تمام، وهاي اغلب التحديثات اللي صارت، وان شاء الله قريبا يعني تقريبا اليوم خلصت هذا التحديث، هذه الاضافات، وان شاء الله قريبا يكون افضل. شباب خصوص السحب على الحساب راح يكون على القناه نفس ما قلت لكم. الشروط بس تخلي لايك على هذا الفيديو وتكتب تعليق وتشترك بالقناة، أخليكم الرابط مالتها بالوصف وحتطلع لكم صورتها على الشاشة هسه. والسكريبت شباب حتحصلونه بالتعليق المثبت أو بالوصف. تمام، أما اللي يسأل عن طريقة تحميل الهاك وهذن كلهن حتحصلون بالوصف شباب، وطريقة شرح لأن سكريبت العفو هاك ريدز وديلتا شارحن يعني من زمان موجودات بالوصف مالت هذا الفيديو، بس تطلع الوصف راح تحصلها. واكو شغلات ثانيه شباب اكتشفوها بنفسكم المتعلقه بسكربت الترجمه. تمام يا شباب، شباب اللي وصل لهنا لا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو واشتراك، دائما اقول لكم اذا عجبكم الفيديو. وبس، وقبل لا ننهى لا تنسون تصلون على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ومع السلامه. سو يا شباب. Yeah.